مساء الخير وكل عام وأنتم بألف خير، بالمحبة عدنا لكم، نلتقيكم مرة أخرى بعد توقف طيلة شهر رمضان وأيام العيد. اللقاء يتجدد كالمعتاد في أوقات البرنامج الثابتة السادسة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. كل عام وأنتم بألف خير. لا نعرف لماذا يدعو مسؤول في وزارة الصحة بالخراب للبرنامج، ولماذا صرفت وزارة المالية مكافأة العيد لموظفيها فقط وأهملت باقي الموظفين والمتقاعدين ومشمولي الرعاية من الفئات الأخرى، بل لماذا وافقت الحكومة على صرف هذه المكافآت وعادت فلحستها، ولماذا لم يتم إطلاق التعيينات حتى الآن رغم انقضاء رمضان، ولماذا قفزت أسعار البترول ولم يقفز معها شيء سوى أسعار العقود المرورية الخاصة بتحويل ملكية المركبات من 50,000 دينار إلى 250,000، ولماذا تم إقرار الغرامات الفادحة والعقوبات المبالغة في قانون المرور الجديد مع تقليص عقوبة من يعتدي على شرط المرور، وأخيرا لماذا يرقص الميزان في العلاقة مع كردستان. مع كردستان يترنح الميزان، التزامات قائمة وعهود ذائبة. الدهلقي للتقاعد العامة، انتهى العيد وترقبوا الوعيد. المالية والموازنة، جابوا العيد بمكافآت ملغات. غرامات فادحة في قانون المرور الجديد. أبدي الحلقة بعد توقف طيلة رمضان وأيام العيد من زعل وزارة الصحة. ليش زعلان وزارة الصحة على برنامج الجمهورية السادسة؟ طلبوا يكلمونه أو يحضرون للبرنامج ومنعناهم مثلا؟ بالتأكيد لا. مرضى يعانون سرطان الدم والأمرين من نقص توفر الدواء، طلبوا الظهور وعرض حالتهم وعرضناها، هذا من حقهم وهذا واجبنا. يجي أحد مسؤولي الوزارة يتصل بعد حلقة البرنامج مباشرة اللي تمت قبل شهر رمضان المبارك، وما راح نذكر اسمه احتراما وتقديرا، هذا المسؤول يتصل بفريق عمل البرنامج ويدعي علينا، عن جد يدعي علينا بحرقة، الله لا يوفق فريق عمل البرنامج، برنامج بالتحديد برنامجنا الجمهورية السادسة. يقول أنتوا صرتوا السبب بتخويف الناس من اللقاحات والعلاجات المستوردة، ويدعي ويدعي ولا نطعنا مجال للرد وغلق التليفون. بالتأكيد احنا منلومك على دفاعك عن وزارتك، لكن هذا ما يمنعنا من كشف الحقائق للرأي العام، ما يمنع البرنامج من أن يكون منبر المريض المسكين الذي لا منبر آخر له، وللوزارة حق الرد أو التوضيح. طلبنا ضيافة الوزير في البرنامج والدعوة ما زالت قائمة إلى الآن. خلي يتفضل هنا ويقول اللقاحات صالحة، وخلي يقول أدوية سرطان الدم أيضا صالحة، لا كما يقول المفتش العام ولجنة الصحة النيابية. خلي ينفي إيقاف صرف أدوية سرطان الدم في البصرة للشك بصلاحيتها مثلا، هذا الكلام قبل يومين سمعناه من المرضى نفسهم. خلي ينفي حدوث وفيات بنفس المحافظة أي البصرة بسبب نقص أدوية السرطان. أيضا خلي ينفي هذه الوثيقة اللي وردت البرنامج من لجنة الصحة البرلمانية، هاي الوثيقة والصور حاضرة أمامكم على الشاشة، التي تشير إلى شبهات فساد وهدر بالمال العام في عقود شركة كيماديا، الشركة العامة لاستيراد الأدوية، والموضوع أيضا متعلق بأمراض الدم وتحديدا نسف الدم الوراثي. وعلى فكرة قبل أيام وافانا المفتش العام للوزارة وزارة الصحة بإفادة يؤكد فيها شبهات الفساد بعقود استيراد اللقاحات بشكل عام التي تسببت بهدر قيمته 147 مليون دولار من أموال العراق، وتجاهل توصيات منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص. مع الأسف البرنامج توقف أكثر من 30 يوم لظروف رمضان، وذني الكلمتين كان من المفترض أنه نسولفها من ذاك الوقت، بس حنقولها هسه وبكل وقت. تريدون تدعون علينا ادعوا، ماكو أي مشكلة، ترفعون قضية ذيك المحاكم تفضلوا، ونحن للقانون داعمون.
وفق هذا نجدد دعوتنا لوزير الصحة للحضور للبرنامج للحديث عن كثير من الملفات على رأسها ملفات الأدوية، عدم توفر العلاجات لا سيما للمصابين بمرضى السرطان، بحديث رائق وشفاف وصريح. لكن لم ولن نتوقف عن عرض مشكلة أي مواطن يلجأ لنا، سواء فيما يتعلق بمشاكل وملفات وزارة الصحة أو غيرها. أعلن رئيس لجنة العمل وشؤون الهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلقي أن لجنته تعتزم جمع تواقيع لتقديم طلب رسمي إلى رئاسة البرلمان بعد عيد الفطر المبارك لإقالة مدير هيئة التقاعد الوطنية وكالة. الدهلقي أوضح أن رئيس هيئة التقاعد لا يطبق القوانين التي أقرها مجلس النواب فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة للجيش السابق، حيث صرف لعدد منهم، أما الآخرون فما زالوا ينتظرون موعد الحصول على الحقوق المعطلة منذ سنوات. أيضا أضاف الدهلقي أن الفساد لا يتمثل بسرقة الأموال فقط، إنما بتأخير استحقاقات المواطنين، وهذا يعد فسادا أكبر لا ينبغي السكوت عنه. حول هذا الملف معنا عبر الهاتف رئيس لجنة العمل والهجرة البرلمانية السيد رعد الدهلقي. سيد رعد، أهلا بك. اهلا وسهلا بك سيد الكريم، مشاهدين قناتكم الكريمة حياكم الله. يا هلا ومرحبا. اكو حراك في مجلس النواب فيما يخص هيئة التقاعد الوطنية، مرة دعوة لمحاسبة هذه الهيئة نتيجة عدة تلكؤات، مرة لإقالة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، مرة الحديث عن راتب شهر ايار المختفي، الى حد الان ما نعرف هذا 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 الراتب لماذا لم يسلم للمتقاعدين. من يقود، يبدو أن من يقود هذا الحراك داخل قبة البرلمان حضرتك. يعني بعد تحية تقدير سيدي الكريم، الجميع نتكلم أنه اليوم جيش العراق السابق أعطى ربيع عمره وزهرة عمره للدفاع عن وحدة العراق، بغض النظر على من يقود العراق، كانوا يدافعون على العراق وعلى وحدة العراق وعلى وجود العراق، وضحوا بالغالب أن في سياج هذا الأمر، وكان قرار الدرايمر الموتور هذا الشخص الغبي الذي قرر حل الجيش العراقي، الجميع يتكلم بأنه هذا قرار خاطئ ومن شخص غبي لا يعي بالسياسة ولا يعي بالإدارة شيء. لكن عندما يكون قرار خاطئ علينا أن ننصر من تضرر من هذا القرار. لذلك لمدة 16 سنة المنتسبين للجيش العراقي السابق لم يستلموا مكافأة نهاية الخدمة، وعندما أطلقت مكافأة نهاية الخدمة وجدنا عدم الوضوح بالآلية في إعطاء هذه الأموال. هذه يعني شلون عدم الوضوح؟ يعني حسب الأخبار، حسب ما سمعنا، حسب ما شفنا، عدد كبير منهم استلم مكافأة نهاية الخدمة، أعداد كبيرة أخرى تنتظر موعدها. هيئة التقاعد تقول لك جدول وجداول وأسماء، وبالتالي ستسلم تباعا. يعني سيد الكريم أحكيك قانونيا، نصت المادة 45 من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم سنة 1975 على أن إذا حيل العسكري أو غير إذا حيل التقاعد واعتبر متقاعد يعطى من مكافأة نهاية الخدمة بكامل خدمته. وكذلك نصت المادة 21-9 من قانون التقاعد الموحد رقم 9 سنة 2014 يصرف الموظف المحال إلى التقاعد بإكمال السن القانوني أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 سنة مكافأة نهاية خدمة وتحتسب على أساس كامل الخدمة. هاي نصوص قانونية، هل ما يجري مخالفة هذه النصوص يعني أم ما يجري تأخير تسليم الحقوق؟ سيد الكريم اليوم أشرح لك على حالتي، يعني هو توزيع مزاجي، احتسب الراتب على الراتب الاسمي وليس على الراتب الكلي. القوانين النافذة كلها تتكلم على الراتب الكلي زائد المخصصات في 12. لماذا احتسب على الراتب الاسمي؟ هذا مزاج، هاي وحدة. اثنين، هناك بعض المنتسبين استلموا الراتب مرة ومرتين، دفعة ودفعتين، في حين بعض الجهات أو بعض المنتسبين لم يستلموا لحد هذه اللحظة. هذا أعطى مجال لأن تكون هناك تجار وهناك جهات تعمل على مساومة ذوي الاستحقاقات لإضافة اسمهم بالقائمة. نحن طلبنا من السيد مدير هيئة، جاي تتحدث سيد رعد معناتها حضرتك جاي تتحدث عن فساد في هيئة التقاعد، وهذا الفساد مؤشر من قبل البرلمان ومن قبل لجنتكم بالتحديد. وتكلمنا به عندما جاء السيد رئيس الهيئة إلى البرلمان في اللجنة المالية، تكلمنا به. شنو مفاصل الفساد في هيئة التقاعد؟
يعني عدم خروج قوائم واضحة بأسماء المواطنين وتواريخهم والمبالغ التي إنه كل رتبة قد إلها مبلغ، هذا أعطى مجال لبعض الجهات بأن تتاجر أن تساوم المنتسبين لأن يعطونا بعض الأموال لإضافتكم في القائمة الفلانية أو يطلع اسمكم في القائمة الفلانية. هذه وحدة. اثنين، عدم الوضوح الرتبة المعنية. على سبيل المثال مقدم في الجيش العراق السابق كم لديه إمكانية الخدمة؟ على سبيل المثال 10 أو 15 مليون بالدفعات مارس هجكات الأولى 2.5 الثانية 3 الثالثة 4 ملايين حتى تكتمل. هذه ما واضحة. حتى الآن المواطن المعني يذهب إلى المصرف يجي يوم بياخذ 2.5 والجراتب الثانية ياخذ 300 ألف. هذه عدم وضوح الرؤية أعطى مجال لضعفاء النفوس بأن يعملون. يعني أنا أفهم من كلامك مشكلتكم مع هيئة التقاعد أو المشاكل المشخصة في عمل هيئة التقاعد الوطنية تتلخص في آلية وطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة سواء للجيش السابق أو لباقي الموظفين مدنيين أو عسكريين. بالضبط، لآلية وطريقة توزيع، آلية وطريقة توزيع وكيفية الاحتساب. على شنو استندت يا أبو الهي التقاعد تنطع على الراتب الإسمي؟ ما هي حتى المحكمة الاتحادية تقول لك على الراتب الكلي. هذه استحقاقات المواطنين، هذه استحقاقات فقط هذا المؤشر سيد رعد أم ملفات فساد أخرى مؤشرة عندكم؟ يعني أيضا المؤشرات الفساد الأخرى هي بعدم التوزيع بشكل واضح بجدول زمني معين مما أعطى المجال بأنه عدم الوضوح يؤدي إلى لا أكو ملفات أخطر البعض تحدث عنها، البعض تحدث عن متوفين يتم تسليم رواتبهم التقاعدية. يعني متوفين وعادلين ما يستلمون رواتب، يعني عادل ما يستلم رواتب ومتوفي يستلم، وأكون مواطنين عادلين محافظين متوفين ما يعطون رواتب. هذه كلها يعني عدة مؤشرات، ليست المؤشر الوحيد، عدة مؤشرات. خليني أتحدث وياك من فضلك عن الملف الأهم إذا تسمح لي سيد رعد، أريد أستغل الوقت. راتب شهر أيار مختفي، ما حد يعرف وين، ما حد يعرف ليش ما سلم للمتقاعدين. تباحثتوا هيئة التقاعد بخصوص هذا الراتب؟ أنا متواصل مع هيئة التقاعد من جانب، ومتواصل مع دول استحقاق مكافأة نهاية الخدمة من جانب الثاني، ومع المتقاعدين من جانب الثالث. اليوم لحد الآن راتب أيار يعني حقيقة مخفي أو مختفي. هناك على استفهام، نحن ما نجي نشكك، لكن على هيئة التقاعد بأن تعمل على توضيح هذه الرؤية. هذه استحقاقات مستقطعة من الرواتب ومن لقمة عيش سابقا لذوي الاستحقاقات. علينا يعني صارت عندهم مشاكل مالية، مشاكل إدارية، خطأ إداري، إهمال، أم القضية نتيجة قرار البرلمان الأخير فيما يتعلق بصرف التقاعد لشهر بعد أن كان طيلة 14 عام لشهرين؟ لا سيد الكريم، هو ليست الموضوعية بالبرلمان، هو البرلمان قرر لمدة الشهر على التقاعد بأن تعمل على وضع جدولة وتوضع آلية وكيفية عدم حرمان المواطنين. سيد الكريم، هو الفساد هو ليست في عدم إعطاء الحقوق، ليست هي سرقة الأموال فقط، لكن عدم إعطاء لكل ذي حق حقه، فهذا فساد أكبر. لأنه اليوم المواطن ينتظر حقه بعد 16 سنة أو ينتظر حقه مع التقاعد في نهاية الشهر ولا يجد حق مستحقاته. اليوم علينا الوقوف على هذه الحالة، لذلك نحن عازمين على بعد استئناف دوام البرلمان بأن نجمع تواقيع والمجيء بالسيد رئيس هيئة التقاعد وطرح هذه الأمور بالمباشر معاه أمام الرأي العام. استضافة أم استجواب أم إقالة؟ طبعا حق الرد مكفول للسيد أحمد عبد الجليل رئيس هيئة التقاعد أكيد. الوطنية، لكن يبدو أنهم قاطعنا أو مقاطع الإعلام بشكل عام، أبواب البرنامج مفتوحة. الحديث عن جمع تواقيع استضافة أم استجواب أم ذاهبين باتجاه إقالته؟ احنا في بداية الأمر نعمل على استضافة تحت قبة البرلمان أمام الرأي العام، وإذا ما وجدنا بين هناك الإجارة غير مقرنة نذهب الاستجواب ووقوف على كل الإجراءات القانونية التي يعطيها أسفل القانون للبرلمان في الرقابة والإشراف. هذا حق المواطن. وإذا ما وجدنا بأن نحن المخطئين وهيئة التقاعد هي صحيح بإجراءاتها إذا ما كشفت الأمور، فنحن داعمين هذا الأمر. نحن لا نعاقب شخص، لكن نعمل على إيصال الحقوق للمستحقين. خلينا أشكرك رعد الدهلقي رئيس لجنة العمل وشؤون الهجرة والمهجرين النيابية، شكرا جزيلا. مع كردستان يترنح الميزان، التزامات قائمة وعهود ذائبة.
سنستمر بصرف الرواتب لكردستان رغم أنها أخلت بالاتفاق النفطي. هذا التصريح الذي أطلقه السيد عبد المهدي وأجج مواقف معارضيه، فهم لا يجدونه موقفا بقدر كونه استسلاما لضغوطات كردستان ومجاملة للطرف السياسي الكردي على حساب الخزينة العامة. لكن عبد المهدي يقول الأكراد هم عراقيون ولهذا فنحن نساويهم بالمعاملة. فيأتي معارضو سياسة عبد المهدي ويقولون مهلا سيادة الرئيس، أنت تحابي ولا تساوي، فكردستان هي من تذهب بعيدا عن سلطة الإدارة المالية في بغداد، فإذا أصروا على هذا المطلب فلتدفع حكومة الإقليم رواتب الإقليم أو تسدد 250 ألف برميل. علما والحديث للطرف المعارض فأن معظم نفط الإقليم من حقول كركوك، يعني ليس لعبد المهدي ادعاء السيطرة على موارد كردستان بترول أو غير بترول، وهشاشة المقدرة عبرت حدود السيطرة من الدبس وحقول شوان، فماذا عن عائدات المنافذ الحدودية والمطارات؟ مع هذا فالحكومة لا تأبه لهذا الكلام، وقالها عبد المهدي بشكل واضح، سنستمر بدفع رواتب موظفي الإقليم وإن أخلت كردستان باتفاقها معنا. حول هذا الملف معنا هنا في الاستوديو السيد علي السنيد عضو تحالف النصر، وسيكون معنا عبر الأقمار من أربيل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد عماد باجلان. سيد علي أهلا بك، شكرا لحضورك. الله يطول عمرك. يا هلا مرحبا، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير. الله يسلمك. الله بالخير. الله بالخير. هل ما يجري مطابق لقانون الموازنة أم مخالف لقانون الموازنة؟ إعطاء أو تسليم رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل عدم التزام الإقليم بتسليم 250 ألف برميل اللي نصت عليها الموازنة إلى شركة سومة. في البداية تحية طيبة لكل عام وأنت بخير، ولكل كادر قناة الشرقية ولجمهورنا الكريم. طبعا هو الموضوع الموازنة فيه كثير من الأمور والفجوات اللي هي كانت على عجالة. ما خلينا نسميها ألغام. ألغام من هو اللي خلاها؟ مجلس الحكومة بموافقة وأقرار مجلس النواب. مثل ما كان في تقريرك. المحاباة تختلف عن المساواة. يعني هسه أنت من تريد تساوي، يعني شنو ذنب أبو البصرة أو أبو العمارة أبو الرمادي من أنت تقول مساواة يا سيد عادل عبد المهدي؟ احنا من دعمناك انه يكون عدم التفريط في المنجز. شنو المنجز؟ المنجز انه تكون حقوق الشعب للشعب مساواة. يقول لك وليس ايضا كردستان، شعب كردستان جزء من الشعب العراقي، وبالتالي لهم حقوق وعليهم واجبات، وهناك فقرة في الموازنة تسمح للحكومة الاتحادية بتسليم رواتب موظفي الإقليم. هذا مو كلامي، هذا كلام سيد عادل عبد المهدي ووزارة المالية وحتى بعض أعضاء اللجنة المالية النيابية. لا، تسمح بتسليم رواتب موظفي الإقليم حتى وإن لم يلتزم الإقليم بتسليم 250 ألف برميل إلى شركة سوم. إذا كان أكو هيك فقرة؟ إذا كان أكو هيك فقرة بالدستور، أنا اللي أدري بيه يجب. لا مو بالدستور، موازنة 2019. إلزاماً الموازنة، الموازنة هي مستوحاة منين يعني؟ يعني أنه بالعدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع العراقي. هي جت يعني الحقوق أنه لكل الثروة هي للشعب. شنو اللي زين؟ هسا أنا راح أحكي لك بالأرقام. يعني أنا ما أحكي بس مجرد سجال. إحنا إذا نقول أنه رواتب إقليم كردستان، موظفي إقليم كردستان هم جزء من الشعب العراقي، إحنا ما عدنا شيء ويا شعبنا الكردي، شعبنا وعلى رأسنا، بس إحنا نشخص مواضيع لازم نوقف عدها وهي كالآتي. يعني إذا نقول أنه رواتب إقليم كردستان في الحكومة السابقة بعد إرسال لجنة للتدقيق على العدد الموجود في من موظفين، يعني خلينا نقول ب 2008 آخر سنة، خلينا نقول 18 تقصد، عفوا 2018 آخر سنة، 282 مليار شهرياً. كم موظف؟ 650 ألف موظف. شنو خلاها تقمز وصير 450 مليار شهرياً في موازنة 2019؟ طبعاً ممتاز، المعلومات جداً دقيقة. الزيادة صارت 50% على ما كانت عليه تقريبا، 50% تقريبا على ما كانت عليه. المشكلة أنه الموازنة عندما أرسلت في نهاية حكومة السيد العبادي، يعني الحكومة السابقة، أرسلت على ضوء هاي اللجنة اللي راحت عدة مرات وزارة إقليم كردستان. نعم. وثبتت، فكانوا هم راضين ومقتنعين على 282 مليار 650 ألف موظف. طبعا من الشهر الثالث، أنا جاي أقصد مين، من شهر الثالث شهر آذار، 10 أشهر استلموا 3 تريليون دينار عراقي، ماشي، بالإضافة إلى 35 من شهر
آذار الثالث. الثالث 2018 إلى نهاية السنة 10 أشهر. 282 مليار شهريا. أضربها يطلع 3. أنا سألت سؤال إلى حد الآن حقيقة ما أعرف جوابه. من 282 مليار إلى 450 مليار، هذا الفارق ليش؟ هذا الفارق لأن هم ادعاهم ادعاء حكومة كردستان. الشعب ما له علاقة بهاي الأمور. الموظف شنو هالزيادة اللي صارت؟ هل من المعقول من 18 إلى 19 زادوا عدد الموظفين وهي بالموازنة أصلاً ماكو تعييناتها؟ شلون صارت الزيادة؟ بالإضافة من حقهم يدعون مثل ما أسميها ادعاء لربما هي الحقيقة. أنا أمام حكومة اتحادية هي من عدت الموازنة وأمام برلمان عراقي فيه الحزب الديمقراطي والاتحاد. مو أنا جايك بالحج، مو هو المشكلة هي مشكلة أمانة. أنا عندي حكومة لازم تكون أمينة على أموال الشعب، وعندي برلمان يجب أن يكون مراقب لثروة البلاد ولتحكم طرف على حساب طرف ومحاباة طرف على حساب طرف. والشعب نعم في الرمادي في البصرة، يعني حتى مسألة الضرائب والمنافذ الحدودية. هرجع خلي أروح الأربيد وارجع لهاي النقاط. سيد عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أهلا بك. تحية لك والضيف الكريم. أهلا سيد عماد، يا أهلا ومرحبا. الشرقية. سؤال بشقين وبشكل سريع. الشق الأول، لماذا لم يلتزم أقليم كردستان حتى الآن ببنود الموازنة إعطاء 250 ألف برميل إلى سوما؟ هذا أولا. ثانيا، هذا الفارق بين 282 مليار دينار شهريا رواتب أقليم كردستان لعام 2008 على اعتبار أكو 650 ألف موظف، شلون صارت 450 مليار دينار شهريا؟ يعني معقولة صار عندكم بهاي السنة الوحدة زيادة عدد الموظفين تقريبا 50%؟ يا سيد العزيز، أتصور هذا الموضوع موضوع يعني معقد وشائك نوعا ما. مسألة تسليم النفط يعني خضوع الإقليم لقوانين شركة سومو، شركة سومو شركة تابعة لمديرية لوزارة النفط العراقية، في حين إقليم كردستان لديه برلمان ولديه حكومة، ومن هذه الحكومة تنبثق وزارة الموارد الطبيعية اللي هي وزارة النفط ولها قوانين الخاصة. لا يمكن يعني غير من غير منطق أن كل هذه وتخضع لقوانين قوانين شركة تسويق تابعة لمديرية في وزارة النفط. أستاذ العزيز، الفيصل ما بين مسألة النفط ما بين أربيل وبغداد، الدستور يقول تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات. يعني أكثر الحقول التي استخرج منها النفط اكتشفت بعد كتابة الدستور وبعد 2005، يعني أي من صلاحيات الأقليم والمحافظات، الحقول المستكشفة جديدا. المادة 115 كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية المحافظات والأقاليم. يعني سيد عماد، حضرتك تريد تقول ما جاء في الدستور أعلى من كل القوانين، سواء قوانين إقليم كردستان أو القوانين في بغداد المقررة من قبل مجلس النواب الاتحادي، ومن ضمن هذه القوانين قانون الموازنة. وأن جاء في قانون الموازنة على أقليم كردستان أن يسلم 250 ألف برميل إلى سومو، أنتم غير ملتزمين على اعتبار التزامكم بمواد الدستور، مو هيجي؟ يا سيد العزيز، هنا المشكلة أنه شركة سومو تتعامل مع يعني بال 250 تحسبها على حساباتها اللي هي ببغداد، في حين حسابات الشركات النفطية اللي تستخرج النفط من إقليم كردستان تختلف عن بغداد. اولا بغداد تدفع بالسنه او بالاشهر المليارات للشركات الخدميه التي تنتج النفط، في حين الشركات النفطيه اللي في كردستان تاخذ نسبه من يعني نسبه من النفط المستخرج، لانه لحد الان اكو مستحقات على اقليم كردستان من الشركات التي انتجت النفط في كردستان. يعني كما ذكرت لك الموضوع ليس بالهين وموضوع معقد وشائك، يعني نحتاج الى 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 المفاوضات وسن قوانين وتشكيل لجان والى اخره طوال هذه السنوات ال14. هو بالفعل الموضوع معقد والموضوع كانت بيلبس بالدعوة. لا، بالفعل الموضوع كبير ومعقد وشائك وما ممكن ينحل بلجنه تفاوضيه واحده او اثنين. موضوع صار له 15 سنه مشكله عليه، قانون النفط والغاز لم يقر الى الان، لكن احنا امام نقاط واضحه على اعتبار هناك قانون
للموازنة الاتحادية أقرها مجلس النواب الاتحادي، سلموا 250 ألف برميل تستلمون حصتكم بمنتهى البساطة. هل إقليم كردستان سيلتزم أم سيخل؟ أستاذ العدل، لا لا، هناك وفد رفيع المستوى بعد في أيام القادمة القليلة القادمة سوف يزور بغداد هذا الوفد، ولوضع حلول جذرية نهائية لهذه المشاكل العالقة، منها ملف النفط والرواتب وإلى آخره. بس يعني خلي بالك أستاذ العزيز أنه الموازنة الحالية 2019 كانت موازنة واجهت الكثير من المشاكل، موازنة ترقيعية كتبتها حكومة السيد العبادي وليس السيد عادل عبد المهدي، لذلك فيها الكثير من الثغرات وواجهت كثير من المشاكل ولحد الآن. أنا أشكرك نبهتني على هاي النقطة. موازنة 2019 كتبت في زمن حكومة السيد حيدر العبادي، يعني معناتها هاي الـ 450 مليار شهريا اللي حرجع أناقش السيد عماد بخصوصها كتبت من قبل حكومة السيد العبادي. كتب 282 مو بال 2018 رجع الرجل كتب 450، فبالتالي النصر هو المطالب بتفسير. ماشي استاذ علي، بس اعطيني وقت للاجابه حتى تكون اجابه وافيه قدام شعبنا، جمهورنا جاي يشاهدنا، حتى نكون صادقين وواضحين من وهمه. الكلام اللي تحدث به السيد من الحزب الديمقراطي الكردستاني كلام بعيد كل البعد عن الحقيقه، وكانما هو كلام يعني ما نابع من ليش بدي اقول لك مواد دستوريه، مواد في الدستور، هاي مواد دستور مالته هو اللي هو في مخيلته. لا لا، مواد في لا بس دستور العراق الاتحادي. بس تسمح لي، بس تسمح لي انا بخدمتك. في بدايه الامر تحدث عن سومو غير ملزمه بنفط كردستان يكون من خلالها تفسير المحكمه الاتحاديه قطع الطريق امام هاي كل الاقاويل والادعاءات اللي يدعوها في كردستان او في اي مكان. خب البصره هم هنا تاخذ راحتها وتصدر بكيفها بغض النظر عن سومو. سومو هي الراعيه، هي اللي من خلالها يتم تصدير النفط، هي الجهه الوحيده المخوله حسب تفسير المحكمه الاتحاديه. نقطه راس سطر. اضيف لك شغله اخرى، النفط يعني المصدر يعني معناتها اي نفط أي مصدر خارج سومو يعتبر تهريب، تهريب وغير قانوني وجريمه. هذا دليل على كلامك، راح اجيك بالحكي. الدعوه المقاومه على جيهان يعني على تركيا، النفط المصدر عن طريق كردستان جيهان كركوك كردستان جيهان نفط مصدر مخالف للضوابط والانظمه القانونيه الدوليه. اكو دعوه اقيمت في الحكومه السابقه وان شاء الله هي موجوده هاي الدعوه وراح تكسبها الحكومه. المشكله وين؟ تركيا لحد هذا الوقت، لحد هسه هذا وقتنا جاي تستلم النفط. اسكت، قد الكميه جاي تستلم 350 الف برميل. همين مو 250، لا 350 الف برميل. هاي 100 من نفط، الاقليم من نفط، قسم منها من نفط كركوك، من حقول. طبعا حكي على استثمار وتطوير انتاج الحقول النفطيه في كركوك وكردستان. يعني هاي ال 350 الف برميل اللي جاي تصدر الى جيهان من كركوك ومن اربيل من حقول طبعا خاضعه لسيطرتهم. احنا شلون ثبتنا 250 الف في حين اقليم كردستان لوحده ينتج اكثر من 250 لا ألف. ينتج 600. هسه انا راح اقول لك شلون بالدليل القاطع، خلي يقول لي خلاف هذا الكلام. جوي طوروا حقولهم، جابوا شركات استثماريه ما حكوا وقاموا يصدرون براحتهم. طبعا اني الوم منو؟ الوم التخادم السياسي من الحكومات السابقه. منو؟ التحالف الشيعي الاسلامي واحد، وكذلك الاقطاعيين الموجودين في الاحزاب الكرديه. ترى الشعب ما يدري، الشعب يريد قوته. انا ما اقول ما عندنا ضديه ويا شعب كردستان، اهلنا واخوتنا زين. بس انا الموضوع لازم انه ابين لك اياه. من اجوا استثمروا يريدون اموالهم. هسه ذولي يريدون من ان استثمر شركات اجنبيه تريد الاموال تاخذها. فاجت اقليم كردستان قام يساوم الحكومه يقول لهم ادفعونا. هاي مو هسه الحكومه ولا الحكومه اللي قبلها، من البدايه انه اعطونا المبالغ المستحقه للشركات الاستثمار. زين يابا، شنو اللي يجبرنا احنا نعطي وانتم ما ندري شنو تطورتوه؟ شنو الانتاج مالتكم ايش قد صار؟ شنو اللي صدرتوه؟ زين، قاموا دعوه على كردستان، على حكومه كردستان، الشركات تريد اموالها. هنا رباط الفرس، يا شعب عراقي افهمني وخلي يكون واضح الكلام. كردستان والاقطاعيين الموجودين من الاحزاب ترى هم المستولين على اموال الشعب واموال ميسان واربيل
والموصل والبصرة أيضا من الضرائب من الجمارك من أرجع لهذه النقطة بس تسمح لي راح أختصر لك. فمن رفعه وقالوا يابا هنا انكشف الوضع انكشف الأمر أنه شقد هم طوروا وشقد عندهم إنتاج من الحقول النفطية المسيطر عليها في كركوك في أجزاء من كركوك بالإضافة إلى كردستان 600,000 برميل 600,000 يروح من نفط كركوك ونفط كردستان يروح منها شنو 650 استهلاك للمصافي. هسه أنا كوزارة كهرباء قد الآن يصدر مو أنا أمام نقطة سهلة جدا ومهمة جدا يصدر 350,000 برميل إلى جيهان وبسعر بخس جدا. شلون ثبتت حكومة السيد حيدر العبادي فقط 250,000 برميل؟ شلون وافق البرلمان في الموازنتين 2018 و2019 على فقط 250,000 برميل؟ أكو مرحلتين بس تسمح لي. هو من قال أنا أنتج 250 ماشي وعندي إنتاج آخر 150 للمصافي مصافي كردستان استهلاك داخلي استهلاك داخلي زين همنا ما كان صادق وصريح الآن جاي 500. الآن جاي يصدر هسه جاي يصدر لحتى هذه اللحظة ليش إيش قالوا يعني ما يصدر حتى أكثر مما مثبت في الموازنة 250 راح أقول لك فتشر لا لا حتى وزع الوقت بشكل عادل مو تركيا حتى هسه جاي تأخذ النفط من أتوم هسه ما جاي تعطيهم فلوس تدري ليش شو تقول لهم انه احنا اعتقادنا انه الحكومه العراقيه سوف تكسب الدعوه فاحنا سابقا كنا منطيكم والوفد الكردي جاي من اجل مفاوضات في فاحنا ناخذ الدعوة. النفط هسه ما ننطي معلق ما ننطيكم فلوس لان حتى اذا خسرنا وكسبوا الدعوه لان راح تصير عليهم مضايق نعطيها لبغداد نسلمها لبغداد فانا بعد ما اخذها اللي قدام. سيد عماد ما عندي سؤال الرد لك هوايه مواضيع تطرق لها السيد علي السنيد تفضل أستاذ العزيز. أولاً أحب أوضح للضيف الكريم إنه ما ذكرته من فقرتين هما هي من فقرات الدستور العراقي خلي راجع الدستور فقرة 112 فقرة 115. ثانياً أستاذ العزيز بالنسبة للشركات التي استثمرت النفط في كردستان لديها مستحقات ولديها متطلبات شركة سومو تريد إقامة عليهم دعوة شركة نفط روس الروسية عندهم مستحقات هاي موجودة. فضل سيد عماد فضل. نعم لا أنكر أن لا أنكر لا أستاذ العزيز لا أنكر أن هناك مشاكل بين الشركات التي قامت ولكن القيد حلول المشاكل هناك مستحقات على الأقليم كردستان تدفعها لهذه الشركات. الحكومة ببغداد تقول إحنا نريد صافي ما لنا علاقة بالشركات. طيب يا أنتم بوزارة النفط سنويا أو شهريا تدفعون للشركات التي تشتغل بالخدمات النفطية تدفعون فكيف إحنا استخراج واستكشاف وإلى آخره. بالنسبة لموضوع الرواتب أستاذ العزيز أتصور الرواتب بالنسبة لعدد الموظفين اللجنة اللي أتت في إلى كردستان في 2018 يعني العدد والتدقيق كان على عدد الموظفين البايومتري يعني هذا لا يوجد فيه ايش قد العدد اذكرك واذكر ايش قد العدد سيد عماد ايش قد العدد بس اسمحني في سنه 2000 في سنه 2014 و15 16 رواتب اقليم كردستان انقطعت وكانت الموصل بيد تنظيم داعش الارهابي وفي حين زين. رواتب الموصل كانت تبعث الى الموصل واقليم كردستان قطع عنه الرواتب. اما اذا ضيفك الكريم يتحدث عن استثمار الاموال بس لحظه لحظه نقطه مهمه هنا من فضلك اذا الواقع اذا قد العدد عدد الموظفين حتى 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 نعم. رواتب الموظفين تصعد من 282 مليار الى 450 مليار قد العدد استاذي هي كانت 450 سيد العبادي من فرض العقوبات على كردستان جمله من العقوبات التعسفيه قوانين تعسفيه على كردستان وبالمناسبه يعني العقوبه الجماعيه هذه يعني اتصور مرفوضه جمله وتفصيلا لانه اكو اشكاليه بين حكومه اقليم كردستان واشكاليه بين حكومه بغداد الموظف البسيط شو له علاقه يعني تقطع الرواتب يعني هو حكومه العبادي انه قرر 200 وشويه اتركنا من هالمشاكل هاي يعني بس مجرد سؤال واضح ايش قد عدد موظفي كردستان الان ايش قد العدد اكثر من 650 الف اقل لا اكثر استاذ العزيز اكثر بشقد يعني 800,000 900,000 نعم ما عدا البيشمركه البيشمركه ماخذين على صفحه القوات الامنيه والبيشمركه هسه انا راح اعطيك ارقام استاذ علي هسه من رخص لك استاذ بس تسمع الاستاذ لحظه سيد علي لحظه سيد عماد صريح يعني ما يكون صريح سيد عماد اكو موازنه الاقليم واكو رواتب موظفي الاقليم نعم واكو رواتب البيشمركه
احسنت. ثلاث اجزاء، الان ما يسلم رواتب موظفي الاقليم، نعم. مو هالشكل؟ صحيح. دون تسليم موازنه الاقليم ودون تسليم رواتب نعم. البيشمركه. لا البيشمركه ماشيه. ماشيه. ماشيه البيشمركه. ماشيه خلاص. ماشي. عدد الموظفين يتركني من البيشمركه، عدد موظفي اقليم كردستان، هذا اولا، هذا اول شق، الشق الثاني بقت حصه اقليم كردستان. نعم. ما تريدوها حصة الإقليم، يعني خلاص أنتم ماضين باتجاه تصدير النفط وأخذ رواتب الموظفين وأخذ رواتب البيشمركة وها هي؟ لا لا ايش استاذي، لا بالعكس، احنا حصة إقليم كردستان بالنسبة للموظفين ما نربطها بالنفط استاذ، سياسة النفط سياسة بواحد موظفين إقليم كردستان حالهم حال أي موظفين عراقيين بالبصرة وبالعمارة وبالناصرية وبالموصل وإلى آخره. أما الإشكاليات الموجودة بين أربيل وبغداد هذه ليس علاقة، لا علاقة لها بالموظفين. يا أخي قوت ناس موظفين، ناس بسطاء يداومون، وبعدين كردستان جزء من العراق، جزء من العراق. اثنين بالنسبة سيد عماد، أنا حتى يعني أنا أرجو يعني أرجو أن نسامحني على 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 المقاطعات، فاهم؟ الآن جاي تسلم رواتب البيشمركة ورواتب موظفي الإقليم دون أن يسلم إقليم كردستان ال 250 ألف برميل لشركة سومو حسب ما نصت عليه الموازنة، لكن بقى اللي ما نعم. سلم إلى نعم. الآن لإقليم نعم. كردستان من قبل الحكومة الاتحادية هو حصة الإقليم، لم تسلم إلى الآن، هاي ما رأيديها؟ أم حتلتزمون وتسلمون النفط وتأخذوها؟ شون أستاذي؟ أستاذي أستاذي الإشكالية تدري وين؟ آلية التسليم ال 250 ألف برميل، هاي الآلية مو قلت لك راح تتشكل وفد رفيع المستوى، يتشكل وفد ويزور بغداد حتى يخلون حلول جذرية ونهائية لهاي المشكلة، مشكلة النفط. أستاذ العزيز بالنسبة لحصة الإقليم شلون ما نريدها؟ ليش ما نريدها؟ بس أنه احنا يعني جملة من مشاكل أمام زين. حكومة بغداد لحد الآن. أنا ما بقت عندي ويا حضرتك غير دقيقة، أنا ما بقت عندي ويا أكو كثير أمور ويا جنابك غير دقيقة أو أقلها من دقيقة، وقت الحجز انتهى، حجز الأقمار، مشاكل النفط عريضة طويلة معقدة مثل ما قلت جنابك. زين المنافذ الحدودية، نعم. إدارة المنافذ وتسليم نعم. واردات المنافذ، الضريبة الجمركية هاي ما يحتاج لها تعقيد، هاي لجان تقعد تتفق خلال أسبوع واحد تسلم واردات المنافذ، ما يتعلق بالضرائب، ما يتعلق بالجمرك، مو هيك مو هالشكل استاذ العزيز. احنا هاي المنافذ الحدوديه والمطارات كلها ما عندها بها اشكال، الحكومه الاتحاديه موجوده والموظفين موجودين، بس تدري الاشكاليه وين استاذي؟ لا الفلوس، انا احكي على الفلوس ما جاي تسلم الى الخزينه العامه، القنوات الرسميه تتحدث باللغه العربيه، انا اتحدث عن الاموال، ما جاي تذهب الى الخزينه العامه باللغه العربيه نعم 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 استاذ العزيز، هاي كلها حسابات وارقام، هي شنو ما تذهب الى الخزينه العامه، هي كلها تنقطع من الميزانيه، مو فد اشكال، بس المهم تثبت، المهم تثبت استاذ العزيز انه الاعلام العربي، الاعلام العراقي مسلط الضوء على اقليم كردستان، قال اقليم كردستان انه اقليم كردستان ما عندها قناه رسميه عربيه تبث به كل الاشكالات، حتى من الجانبين المواطن العراقي يسمع دائما اللوم ملقى على اقليم كردستان وحكومه اقليم كردستان. لا 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 ابدا ابدا لا لا ابدا انا اعترض على هذا تصورك. لا لا اسمح لي سيد عماد، انا ارجوك اعترض على هذا تصورك، حضرتك اليوم موجود وياني وربما في حلقات اخرى زملائك اعزاء ضيوف كرام يكونون وياني، لا لكم حق الرد ولكم حقوق حالكم حال اي استاذ عزيز، انا مو قصدي على قناه الشرقيه، بالعكس قناه الشرقيه لا 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 قناة الشرقية بالعكس عندها دور ريادي ومحايدة، هواية قنوات تكرس ليل نهار الأفكار أنه ضد كردستان، حكومة إقليم كردستان أستاذ العزيز تعمل مشاريع استراتيجية كبيرة ليل نهار ولا أحد يذكرها، بس يعني وكأنما إقليم كردستان أصبحت شماعة أخطاء الكل، يعني الإخفاق كان واضح من الحكومة الاتحادية في تطبيق مادة 140، وتصور السيدة حنان الفتلاوي على الملأ قالتها واضح. أنا كنت أو كنت عامل أساسي على عدم تطبيق أترك هذه أترك المادة، أترك يعني موضوعنا وأسحف إلى مواضيع أخرى، أرجو المعذرة. خليني أشكرك السيد عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا لانضمامك ويانا. سيد علي نص دقيقة، أنا بس هي ما تكفي نص دقيقة، بس راح أختصر. هم هسه مبدأ أنه نفط العراق وضرائب ومنافذ حدودية وكل أموال اللي هي المنافع المجتمعية اللي تحصلها الدولة، يقول من جاي تسجل للجميع، موظفي الحكومة الاتحادية موجودين جاي تسجل، ممكن تستقطع من حصة الإقليم مستقبلا، بس راح اختصر لك، انت قلت لي نص دقيقة يا. هذا نظرته ونظرة اللي هو من أمثاله الإقطاعيين اللي موجودين في كردستان أحزاب السلطة، اتجاوز لهذه المسألة، مسألة الإقطاعيين
لا قطاعين لا. لأن الشعب ما له علاقة. الشعب ما له علاقة. حكومة ومجلس نواب وقوانين. لا جاوز لهاي. أنا من أحكي لك. جاوز لهاي المفردة. ما يخالف. نفط نظرتهم شنو؟ نفط العراق جنوب ولا الوسط والضرائب والجمارك للجميع. ونفط كردستان وضرابه وقمارقه فقط لكردستان. الان يقول لك اكو وفد الى بغداد للمناقشه بخصوص تسليم النفط وما يتعلق بقصه الاقليم. اسمح لي استاذ علي. الحكومه السابقه اللي هو نوى له من ارسلت الموازنه على ضوء ما تحدثنا عليه في من البدايه 282 مليار شهريا ألف موظف. والموظفين ثابتين واللجنه يقول لك اكثر من 650 ألف وهذا من هو اللي سواها؟ هذا الوم منه طبعا. هو شلون يكون السرقه؟ يعني هي شنو احمر اخضر السرقه؟ يعني انت جاي السرقه الحكومه الحاليه ومجلس النواب الحالي واللجنه الماليه النيابيه كلهم مشاركين بهاي السرقه. طبعا الاتفاق بين وزير الماليه والحكومه واللجنه الماليه والبرلمان كلها مررت بمحاباه وتقادم ومصالح شخصيه، ما اهتموا لمصلحه البلاد، مصلحه المواطنين. بالإضافة إلى أنا بس أحكيها أطرها بإطار واحد من أتهم بواقع حال الخيانة. هاي خيانة الأمانة من واحد يخون الأمانة. شنو أنت دورك يا سلطة تنفيذية؟ أمانة عندك لازم ما تخونها. هذا مو مال مالتك. واضح سيد رئيس حكومة لو أي واحد. بالإضافة أتهم السلطة التشريعية وألومها وأشخص موضوع وهم محاسبين أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب إنه هم مرروها بتقادم وبمصالح وفي عجاله وهم جهه رقابيه يجب يكونون هم مراقبين لكل الاموال وملتزمين بالامانه وصوت الشعب اللي اعطاهم اياه يجب ان يلتزمون به ويكونون مؤتمنين على حقوق الشعب. اختم بعدنا بجوال عيد ابو تحالف النصر سيد علي السنيه شكرا لحضورك. كثير هو الكلام. يا هلا مرحبا. المالية والموازنة جابوا العيد بمكافآت ملغاة. حقيقة ما افتهمنا، ناس تعينت ناس ما تعينت، نفقات انصرفت نفقات ما صرفت، مكافآت توزعت ومكافآت ما توزعت، أسعار نفط زادت وما ندري الموارد زادت لو ما زادت، وإذا زادت وين انصرفت أو وين حتنصرف. العيد بحده قصة، لأن وزير المالية صرف مكافأة العيد لوزارته وترك باقي الموظفين من الوزارات الأخرى. سمعنا أنه مكافأة العيد أو بالفعل هي مكافأة العيد تم إيقافها. أنا هنا أقول شنو هالسياسة المالية اللي تمنح الهبات وترجع تأخذها؟ يعني جديات هاي ما صايرة بأي دولة بالعالم سابقاً، أنه يتم الإعلان عن مكافأة ما ويتم سحبها. زين، من كانت هناك فكرة لإعطاء مكافأة لموظفي وزارة المالية، ما صار أكو تفكير بموظفي الوزارات الأخرى، بالمتقاعدين، بالمشمولين بالرعاية الاجتماعية، المساكين، وحقنا من نقول عنهم مساكين ما لهم نصيب، دولة تفرحهم شوية. يعني المفروض ما شاء الله أسعار النفط زادت، شكوا بيها لو نطيتوهم مثلا 50,000 أو 100,000 دينار إلحاقا بمكرمة ربع كيلو العدس برمضان. الأجواء المالية العراقية المفروض تكون مطمئنة مع ارتفاع أسعار البترول، وهذا ما يقلل نسبة العجز ويزيد فرص الإنجاز، والكل ينتظر إطلاق الاستحقاق سواء تعيينات أو خدمات، ما جاء نناقشه مع السيد حازم هادي مستشار وزارة المالية لشؤون الموازنة معنا هنا في الاستوديو. دكتور حازم أهلا بك، شكرا لحضورك. أيامك سعيدة. تفضل السريح. الله بالخير. الله بالخير ومرحبا. حتكون اكو هناك موازنه تكميليه في ظل فائض اموال بيع النفط؟ لا اعتقد بانه هناك موازنه تكميليه. اكو موازنه تكميليه. ايش وقت تعد من قبل وزاره الماليه؟ يعني تعد في هذا الموسم يعني هذا الشهر. في هذا الشهر. على امل ان تقر من قبل مجلس النواب في الشهر القادم السابع او اب الثامن على اقصى تقدير. ايش قد الفائض؟ يعني الان ايش قد الفائض وايش قد تتوقع وزاره الماليه ان يصل الفائض؟ نقول الاتي، موازنه 18 صدقت تقريبا ب 21 تريليون دينار عجز. موازنه 2000 18 جت النتيجه بانه هناك فائض
في 2018 يقدر ب 12 مليار دولار. 12 مليار دولار فائض في موازنة 2018 ما عدا العجز، يعني خلص العجز هذا كان وهمي نعتبره. انتهى العجز، انتهى. هاي وين راحت 12 مليار؟ هذا شنطيك. لا لا، هاي هذا الفائض 12 مليار دولار في موازنة 2018 أيام التقشف وأزمة اقتصادية وتدني أسعار النفط، وين راحت هاي؟ الموازنة 18 يمكن أن نقول عليها الآتي: واحد، أنه أسعار النفط ارتفعت بشكل كبير زين، مقابل ترشيد بالإنفاق وعدم القدرة على تنفيذ الخطة أو الإنفاق الاستثماري. بالتالي خرجت من 2018 عندي 12 مليار دولار فائض، وين راحت؟ استخدمت كسيولة نقدية في موازنة 2019 لغرض تغطية متطلبات عملية الصرف. أقرت ب 56 سعر برميل النفط، الآن واصلين لل 70، من المحتمل أن يرتفع أكثر في ظل التوتر بالمنطقة، الآن عندي فائض، بالتالي العجز المقر في موازنة 2019 حال العجز المقر في موازنة 2018، لربما أخرج بفائض يصل إلى 20 مليار دولار. ربما، يعني في هذا إذا كان التخطيط المالي سليم جدا. ينطيك توقعات بأنه أسعار النفط اللي جرى تخطيط لسعرها بأنه تكون أعلى من 56 دولار. داقين إحنا 70 هسه، واصلين ل 70 الآن تقريبا ب 63 دولار للبرميل. برنت 70 إحنا 63، يعني على الكفاف مثل ما نقول، يعني على العد المتساوي. زين، أكو موازنة تكميلية ستعد من قبل وزارة المالية هذا الشهر على أمل أن تقر في تموز أو آب من قبل البرلمان. يعني من أبواب صرفها وين حتروح؟ وين أبواب صرفها على أي قطاعات؟ الأبواب الصرف مالها المتغيرات اللي بدت تواجهها وزارة المالية أو الخطة المالية لتغطيتها، بالإضافة إلى هذا هناك بعض المشاريع التي يجب وضع التخصيص اللازم لها حتى يمكن أنه تنفذ. كل هذا يعطيك مؤشر بأنه سوء الإدارة المالية واضح وجلي من خلال هذا التخبط الموجود. وين موجود؟ موجود أنه أنا أقول أقول 21 جاي تحكي على وزارتك دكتور حازم، سوء الإدارة المالية مسؤولة عن وزارة المالية بالدرجة الأولى، بالدرجة الأساس. أنا أحكي بحيادية. ممتاز، أشكرك. أنا أحكي بحيادية، لا أكون أنا مدير عام موازنة 18 سنة، يعني معناته أنا يعني معناته هذا أشكرك. ما أكون حيادي في طرح المواضيع. بالتالي هناك تلكؤ، عدم نجاح، شو تسميه سميه فيما يعني يخص إدارة سوء الإدارة المالية في البلد، وهذا ناجم مو فقط من وزارة المالية وإنما من المخطط الرئيسي، يعني من الدوائر يعني الأخرى. يعني لازم أروح لوزارة التخطيط، لازم أنظر إلى كل الوزارات ومجلس الوزراء، وما 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 أحيد البرلمان عن سوء الإدارة المالية، كلها مسؤولة، يعني مو فقط وزارة المالية. أنا الآن وهذا شيء مبشر للشعب أمام فائض مالي متوقع وأمام موازنة تكميلية، وبالتالي من الممكن أن تذهب هذه الأموال الفائضة لقطاعات صناعية، لربما اللجنة الاقتصادية تحدثت عن تسديد ديون البلد جزء منها على اعتبار عندي فائض، لكن أكو من أقر رجاعه إلى الخدمة فيما يتعلق بالمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية حسب قانون 2018 موازنة 2019 إعادتهم للخدمة. سيولة مالية ماكو، هنا أكو بشرة لهم أن هاي الأموال الفائضة بالتالي حتصرف لإعادتهم إلى الخدمة. لازم تكون الخطة متوازنة جدا. أنا إذا أبدي بالصرف والإنفاق العالي جدا على الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري، معناته أنا راح أحرم الأجيال القادمة من فرصة التقدم والنمو. مقر إعادتهم إلى الخدمة مقرة في موازنة 2019 على شرط أن تتوفر سيولة مالية، الآن توفرت بالتأكيد، أكو سيولة مالية متوفرة،
لمواجهة هذه الحالة. الآن الوقت الحاضر التوقعات للشير ضمن التقارير الدولية بأنه أمريكا راح توصل إلى 9 مليون برميل يوميا من النفط نتيجة الصخري، وهذا يكون لها هيمنة كبيرة على الأسواق النفط. أي انخفاض أسعار النفط جايتكم؟ هذا تأثير كلش كبير، وبالتالي هذا التأثير الكبير راح ينسحب على بقية الأوبك بلس، وبالتالي هذا الصعود الآن من الممكن أن ينتهي العام بانخفاض دون 56 ربما. طبعا هذا اللي راح يكون له تأثير كلش كبير، لأنه في حال أنه الأكو كان من يراهن على أنه أسعار النفط راح تصاعد بشكل كبير جدا نتيجة توقف إيران عن تصدير النفط، عن الموازنة والموازنة التكميلية وفائض أموال النفط وما يتعلق بالمفسوخة عقودهم وكل المجالات والأبواب التي تحتاج إلى تخصيصات مالية. التعيينات المقررة في موازنة 2019 65 ألف درجة وظيفية، 33 راحت للكهرباء، 5 للجيش، 5 للداخلية، 6 للحشد، بقت عندي 17 أغلبها لتعيينات التربية، وأغلب هذه التعيينات للمحاضرين بالمجان. إلى الآن ماكو أي تعيينات، لا تربية ولا غير تربية، لا محاضرين بالمجان ولا غيرهم. آخر مرة حضرت بها حضرتك تحدثت عن كتب مرسلة من قبل وزارة المالية إلى وزارة التربية حتى تزودكم مو هيك بالأسماء والأعداد. بالأسماء والأعداد. وصلكم شيء؟ لا، يعني لحد الآن ضمن الخطة اللي وضعتها وزارة المالية أكو تلكؤ بالنسبة للحكومات المحلية فيما يتعلق بتعيينات التربية بالتحديد. يعني تعرف هذا التلكؤ مستمر من قبل الحكومات المحلية، لأنه هذه يمكن لأنه أنت ما كل محافظة من المحافظات يمكن أنه تتخذ القرار المناسب بشأنها. احنا نتكلمنا على الفائض، والفائض الكبير جدا. احنا بحث صوتنا كماليين ومستشارين أنه ننشئ صندوق سيادي توضع به هذه الأموال، جزء من هذه الأموال الفوائض لغرض الأجيال القادمة. الأجيال القادمة ومعالجة السلبيات أو التذبذبات بأسعار النفط. أوعدك أناقش هذا الموضوع وفوائد هذا الموضوع بالحلقات القادمة، لكن أنا وقت ما عندي. تعيينات التربية متلكئة بسبب الحكومات المحلية، بسبب الحكومات إلى الآن المحلية. بعد أشهر من إقرار الموازنة. باقي التعيينات. باقي التعيينات هي عن حركة الملاك. لم تطلق إلى الآن. هذا مو مسؤولية وزارة المالية. من نروح للوزارات يقولون وزارة المالية ما جات تطلقها، ماكو تخصيص مالي. أستاذنا الكريم، هو شنو اللي دا يصير؟ درجة موجودة بالملاك في الوزارات تخصيص المالية. تخصيص مالي متوفر. الأموال نفسها، هذا الموظف لما طلع تقاعد وحركته ما له تخصيص بالموازنة. يعني تخصص بالموازنة. شنو اللي يصير؟ يعني هو الفساد اللي غالب عليها أنه يبيع درجات إلى أشخاص ما لا نعرف يعني شنو السبب الرئيسي في تلكؤ في إشغال هاي الوظائف. دكتور حازم هادي مستشار وزارة المالية لشؤون الموازنة، شكرا لحضورك. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يا هلا مرحبا. بالسلامة. غرامات فادحة في قانون المرور الجديد. على غفلة قالت المرور سنوقف صرف العقود المرورية، وعلى غفلة قالت راح نسويها إلكترونية ونخلص، لكن يطلع المواطن للشارع يلقاها لا إلكترونية ولا شيء. صارت بين 150 200 250 ألف دينار. كلنا نعرف اصلا انه سعر العقد المروري ما يتجاوز 50 ألف، وهو اساسا ليس لتمويل المرور حتى يعني تتصرف بسعره أبدا، العقد لتمويل صندوق شهداء الشرطة. وتتذكرون لما أوقفت المرور التعامل بالعقد قبل فترة لأن آلاف النسخ منه كانت مزورة ومكررة. وقتها بررت المرور بأن الخلل يتعلق بفساد الشركة،
اللي تم التعاقد معها لطباعة هذا العقد واللي طبعت نسخ أكثر من المقرر وسربتها بمعرفتها إلى المكاتب دون إشراف المرور. وقتها قالت المرور العامة إن القائمين على هذه الشركة هاربون من العدالة وهم تحت طائلة القانون متى ما حلوا وتم ضبطهم. لكن اللي سمعناه إنه الشركة نفسها عودت العمل باسم آخر وعودت طباعة العقود دون رابط أو ضابط. وسواء كانت هذه الشركة نفسها أو غيرها فإن عقد المرور صار أو وصل إلى 250 ألف دينار والعقد لا راح يصير إلكتروني ولا هم يفرحون. أيضا يا جماعة ترى قانون المرور الجديد مو لعبة وصدق مو لعبة بالنسبة للمخالفين هجمان بيوت. تخيل بموجب القانون الجديد ضرب إشارة المرور غرامتها 200 ألف دينار، الاجتياز من اليمين مثلا أيضا غرامته 200 ألف دينار، إذا تمشي على الخط السريع بأكثر من 90 كيلو 200 ألف دينار، الزجاج الجامل المظلل همين 200 ألف دينار. وخلي نشوف المرور العامة راح تقدر تنفذ القانون على المسؤولين أولادهم حماياتهم لو لا. أما الأخوة اللي يقندلون بالليل الأفضل لهم يرجعون للبيت بتاكسي، لأن القانون يعاقب من يقود السيارة تحت تأثير المسكرات أو المخدرات بعقوبة أقلها سنة وأكبرها 3 سنوات حبس. لكن ما يثير الاستغراب في القانون الجديد أنه حدد الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات عقوبة على من يعتدي على رجل المرور بالشارع، وغالبا ما يكون المعتدي صاحب نفوذ، في حين أن مفردات قانون العقوبات العراقي تنص على عقوبات أكبر بعضها يصل إلى الإعدام حسب طبيعة الاعتداء ونوعه. وهذا ما لم يحدده قانون المرور الجديد وترك عائما رغم كثرة ما نراه من اعتداءات تطال رجل المرور بالشارع. معنا حول ما جاء في الاستوديو العميد عمار وليد الخياط من مديرية المرور العامة. سيادة العميد كل عام وانت بخير. وانت بنفس. شكرا لحضورك. يا هلا مرحبا. مرحبا. الله بالخير. الله بالخير. أعلنت قبل فترة عن اتخاذكم سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون المرور الجديد. بس خلنا عرج قبل. لا حرج عنها القبل. لا القبل لازم نرجع له. التعدي 5 دقائق بس وياك أخ علي. لا أكثر من 5 دقائق. يا الله. أكو فساد فيما يتعلق بالعقود المرورية اللي سعرها 50 ألف وصل إلى 150 و200 وتجاوزها إلى 250 ألف. أكو فساد يعني أكو فاسد. أكو خطأ يعني أكو مخطئ. من يحاسب ومن سيحاسب؟ أولا أنت ذكرت حضرتك أن المرور العامة مرة تعلن إيقاف العقود ومرة تقول نافذة إلكترونية وبعدها مرة حصير، هذا كلام سابق لأوانه. لا أنا قلت المرور، أو عفوا حتى أوضح الصورة لربما أخطأت، المرور أعطت 90 يوم مهلة للشركة على اعتبار بعد هذه 90 يوم سيكون هناك عقد جديد هو إلكتروني. نعم نعم. والمفروض أكو استعدادات. نعم. إجراءات متخذيها بأمانة زملائك الضباط أصدقائي وأشوفهم يقول لك الاستعدادات ضعيفة، ما حنوصل إلى 3 أشهر وبالتالي نذهب إلى عقد إلكتروني. لا لا مو عقد إلكتروني. أولا هو إيقاف العقد الإلكتروني ما كان بأمر مديرة المرور العامة، كان بأمر السيد رئيس الوزراء بناء على مقترح رفع من مكتب السيد المفتش عام وزارة الداخلية، الذهاب إلى العقد الإلكتروني، الذهاب إلى العقد الإلكتروني لوجود فساد في مسألة العقود وبالتالي إنهاء هذا الفساد بعقد إلكتروني. الشركة نفسها رجعت بغير اسم، هذه تحقيقاتكم أنا ما أدري بها ولا نعلم بها ولا ندخل نفسنا بها، لأن المرور خارج الموضوع هذا. اثنين، احنا من طلبنا فترة 3 أشهر من هيئة الرأي وافقوا، لأن هناك بعض أصحاب المكاتب عندهم دفاتر مشترين، كانوا مشترين ملايين وانطيناهم الفرصة. إذا كانت الشركة قد سربت عقود وتسلسلتها مطيتها للمرور على أساس أنه هي مباعة وغلت أسعارها، هذا الشيء خارج إرادتنا لما مسوي عليها، هاي واحد. اثنين، إذا كان هناك استغلال من بعض أصحاب مكاتب العقود، إذا كانوا ليزلون عليها، البعض أكيد استغلوا البعض لا التزم، فهناك مجال للشكوى، يغلق المكتب. خلينا أوضح أنا ليش ما سألتك على هذا الموضوع. صاحب المركبة يعتقد أنه عقد مروري يعني خلاص المرور العامة هي المسؤولة عنه، ولهذا ما فتحت وياك الموضوع. المرور العامة لم تتعاقد مع هذه الشركة ولا علاقة لها، والأموال ما تذهب للمرور، تذهب للخزينة العامة، ولهذا أنا مناقشت وياك هذا الملف. بس صاحب المركبة من يشوف العقد من 50 إلى 250 نقلهم على المرور، هو عقد اسمه عقد مرور، وين يروح؟ وين يروح يشتكي؟ أخ علي أصلا بالقانون، قانون المرور لبيع المركبة، تسجيل المركبة، حضور البائع والمشتري،
لكن هذا العقد المروري شوف انت الضحكه وراح تاخذك الحصره، العقد المروري اقر قبل سنوات بناء على مقترح من المستشار. يعني هسه انا بالتسجيل الملكيه لاي عقار اغلى واثمن من اي سياره؟ عقد عادي. عقد عادي ومن ثم يروح البائع والمشتري للتسجيل العقاري وخلاص يتم التحويل. لا هي في وقتها في انا شو اسوي بالعقد المروري؟ في عام 2013 رفع مقترح من مستشاره الامن الوطني بالتنسيق مع عمليات بغداد والمرور العامه، كانت هناك حوادث ارهابيه وقعت، انا اشتري منك المركب بعقد عادي، راح صار بها حادث ارهابي في حين الله لا يعيد الحوادث الارهابيه، نجي على علي للمركبه باسمه، العقد المروري مثبت العنوان بصوره كامله والمستمسكات، هذا اللي اتفقوا عليه، سعره بتسعيره وبراها اجانا التوجيه انه تسعيره تغلى تعظيم موارد الدوله والاموال كلها للخزينه العامه. اذا لا حاجه له حسب قانون المرور، بائع ومشتري وتنتهي القصه. قانون المرور العقد هو عقد عادي، قانون المرور وحضور يجب، يعني انت تقدر تسوي عقد وياي وتروح ضابط التسجيل تقول له